بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع النهارده يا جماعه هيكون بخصوص الاندرويد. هنتعلم مع بعض ازاي نفتح الروابط او اللينكات اللي موجوده عندنا على التليفون او داخل التطبيقات زي الفيسبوك مثلا او الواتساب او الفايبر او الماسنجر. نفتح الروابط دي في شكل دايره شبه بتاعه الماسنجر اللي هي هتكون دايره كده في الجنب او الدائره العائمه احنا عارفينها بتاعه الماسنجر بتاع الفيسبوك، بحيث ان انت لما تيجي تفتح رابط من جوه التطبيق ما يتقفلش معاك، وفي نفس الوقت تقدر تتصفح المواقع واللينكات بدون اي مشاكل. تمام؟ عشان الموضوع يوضح اكتر، اول حاجه هنروح على بلاي ستور عشان نبحث عن التطبيق اسمه فلاينكس. تمام؟ هنيجي هنا على السيرش وبعدين هندوس نكتب فلاينكس، هتلاقي التطبيق اول واحد اللي هو ايه الدايره الزرقاء دي. تمام؟ هتسطبه عادي، طبعا انا عامل له انستول عندي على التليفون. بعد كده بتفتح التطبيق لاول مره على التليفون عشان التليفون يحس بيه او يقرا. تمام؟ بتفتحه كده تضغط عليه مره واحده وبعدين بتقفله تاني. خلاص، هنعمل تجربه عمليه. هنروح مثلا على الفيسبوك دلوقتي. تمام؟ وهاجي هنا ادخل على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك دروس تقنيه، وبعدين هحاول افتح اي رابط من الروابط اللي انا ضايفها على الصفحه او المواضيع اللي انا ضايفها، وليكن مثلا الرابط ده هضغط عليه مره واحده. زي ما احنا شايفين هنا هلاقي الاداه بتاعتي نزلت اللي هي فلاينكس. هدوس هنا على جاست وان او اولويز على حسب ما انت عاوز. هلاحظ ان في دايره ظهرت لي في الجنب هنا اهو، لو ضغطت عليها هلاقي الموقع اتفتح معايا او الروابط اتفتحت معايا زي الماسنجر بالظبط. زي ما احنا شايفين دايره بقدر اجيبها هنا او اجيبها هنا بدون ما اخرج من الفيسبوك زي ما احنا شايفين. يبقى انا دلوقتي اقدر اتصفح الفيسبوك من غير ما اخرج من التطبيق الرسمي، وكمان في نفس الوقت اقدر اتصفح المواقع او الروابط. تمام؟ طبعا البرنامج بيدعم تحميل الملفات، يعني انا هنا لو حاولت اعمل داونلود هنشوف مع بعض دلوقتي. لو انا حاولت احمل الاداه ديت، يعني طبعا بجانب ان هو بيدعم تحميل الملفات كمان بيدعم تشغيل فيديوهات اليوتيوب. زي ما احنا شايفين هنا هيبدا يعمل داونلود معايا اهو، لو دوست على اوكي هيبدا يعمل داونلود. تمام؟ عندي فوق هنا اهو هلاقي كوبي لينك، وهلاقي ديسبلاي سيتنج، وهلاقي كلوز وكلوز اول. تمام؟ كوبي لينك هقدر ابعت الرابط ده لاي حد، ان انا اخد كوبي من الرابط ابعته لاي حد على الماسنجر او الواتساب، اي حد انا بكلمه. تمام؟ طبعا كلوز هيقفل الموقع اللي انا فاتحه، اما كلوز اول هيقفل كل الروابط اللي انا فاتحها مع الرابط دوت. تمام؟ طيب عندي فوق هنا برضه علامه ريفرش عشان لو الرابط علق معايا او هنج معايا اقدر اعمل اعاده تحميل الرابط نفسه يفتح معايا مره اخرى بدون اي مشاكل. طبعا الاداه بتدعم فتح اكتر من رابط، يعني انا حاولت افتح مثلا رابط تاني هنا اهو واتنين جاست وان. تمام؟ هيفتح معايا زي ما احنا شايفين رقم اتنين هنا، يعني انت معاك دلوقتي اتنين نوافذ او رابطين انت فاتحهم. لو جيت هنا هلاقيه فتح لي الرابط التاني بدون اي مشاكل، وزي ما قلت بيدعم تشغيل فيديوهات اليوتيوب. تمام؟ طبعا هبدا اتنقل بين الروابط اللي انا فاتحها عادي بدون اي مشاكل زي ما احنا شايفين. تمام؟ طبعا لو عايز اقفل منهم واحد بسحبه على تحت كده شبه الماسنجر. هاجي هنا مثلا اعمل ريفرش. تمام؟ بعدين هدوس على جو باك. زي ما احنا شايفين الروابط مفتوحه بشكل رسمي بدون اي مشاكل. هنعمل برضه تجربه تانيه، هقفلها خالص واحاول افتح اي رابط من الروابط اللي موجوده، يكون مثلا الرابط ده. تمام؟ زي ما احنا شايفين بتفتح بشكل سريع جدا معايا، وكمان اللينكات بتفتح بشكل بسرعه يعني اسرع من البراوزر العادي بتاع التليفون. بصراحه انا ما كنتش متخيل انها تكون بالسرعه ديت. احاول افتح اي رابط تاني مثلا اهو، هنفتح اكتر من رابط. يبقى انا كده معايا اتنين زي ما احنا شايفين بتفتح بسرعه كبيره جدا. هفتح رابط تالت مثلا الرابط ده. تمام؟ شايفين الروابط فوق موجوده ازاي، واحد اتنين تلاته وهكذا. تمام؟ نو ثانكس اهو. هفتح رابط رابع مثلا في المنظر ده. بقى عندي اربع روابط، اقدر اتصفح الروابط بتاعتي بدون اي مشاكل وبدون الخروج من التطبيق الرسمي اللي انا فاتحه بشكل الدايره العايمه بتاعت الماسنجر بتاعت الفيسبوك زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا لو انا عايز اقفلهم بسحبهم تحت على علامه الاكس دي وخلاص بيتقفلوا معايا. تمام؟ لو عايز اقفل بس واحد منهم بسحبه كده على تحت بيتقفل معايا، والتاني برضه نفس الكلام اهو. تمام؟ والتالت برضه نفس الكلام. طيب عندي هنا برضه لو جيت انا خرجت خالص هنا من الفيس ورحت على التطبيق نفسه فتحته، وجيت هنا هلاقي حاجه اسمها هيستوري. تمام؟ دي هنا بيسجل لك كل المواقع اللي انت فتحتها زي ما احنا شايفين. تمام؟ لو انت عاوز تحذفها بتيجي هنا على الثلاث شرط اللي فوق دول، وبعدين بتعمل كلير اول ويس، بيمسح لك المواقع اللي انت زرتها. خلاص كده. تمام؟ شرح النهارده كده يكون انتهى. طبعا رابط الاداه او التطبيق هيكون موجود اسفل الفيديو على دروس تقنيه، وبرده تقدر تعمل سيرش عنه من بلاي ستور. متنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.